مالك قيامها بني آدم كمرك الله صوص عربان كقيام الله تشوشيو أيكو قاقاون وعقاقان وقفل بسيد إلهي كو أبو ريئه ودر لآن وكب لآن وتنتي وإسكحير مالنتي ويرى لغا حير إله ودمن يسو وتنتي قبا أيو بانك قيامة إيمان دونا قفك بالليلي عددي لغا قري مالنتا دالتا إله أدمن يسي لأدسك قريسي وحي عدي أجركا كاقو أي أدو ووطا أي بانك قيامة إيمان دونا دينا مركاس اللو أوران دونا قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين أرلدي دوشي دي إمساسنا آيات كسون نغاتين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين مالين أما مالين بركيت بأنك نلت تحاية بل هو واحترية ويدية بمركة بن آدم كورونا يعني دو بغل سنة قفك أدون كدوشي دي سو چوغي يهدو شم بغل سنة أو سو چوغي يهدو كن سنة سو چوغي waxay oran doonaan maalin ama maalin barkeed baan adduunka soo joognay baan la tahay jiradiiba garan mayne jiradiiba naga qaldane bal kuwa wax tariye waydiye bay oranayaan qala in labithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un marka baa lagu oran doonaa nolosha adduunka aad soo joogteen in yar bay ahaydba wax yar wax yar marka loo eego noloshan dambe ta qabriga تقيامها تجند إيا نارتا لغو دحنو لان دونو مركا الله إيغا نلوشي أدويدا إنتا الله صومري إن يربي أحيد بال أوران دونا إن ير إما وحادو ملين إيسين إن دل دل ليني أبو ري وحقا الله آنا دوسو نغوني باد مودي سين بال لغو أوران دونا أفحسبتم ما وحادو ملين إيسين أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون مينا دل دل يعيار إني أبو رنبي أدو ملين بال أوران دونا وحقاً لو سو نقون دونين مي عبادة ليني أبوري إلهي معرفة ديسا ليني أبوري إلهي إناد رالي قلسان با ليني أبوري حق إلهي نقولي يهي إناد أدون كدوشي دكو سو قدتان با ليني أبوري حقوق دا بني آدم كأي نقولي يهين إناد أدون كدوشي دا أيادان إسك قدان با ليني أبوري ماشا نوام وابنكي قيامة ويان وماشا خلائق دونا لغو حسابين دونا ويان عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أيا أويدي مركاب النبي كويدي عليه الصلاة والسلام عائشة محل لو يساب ليشيك مركابيت يا رسول الله قيامها أيا حصوصتي وان أوي مركاية مالك قيامها إيه الذين ما أشفع قادي دونتان وحمد تري دونتان مركاب النبي كويدي عائشة صدح ميلود ما انت كلمة صدح ميلود مركا لمريو صدح ميلود مركا قفل بأو مريو قفنا قف حصوصا ما يبو نبي كويدي أما ثلاثة مواطن فلا أبو نبي قول عائشة صدح ميلود مركا لما رأيو قفنا قفك كلا أما قفك أكس عدا أما قفك قرابة دي سي أهل كيسي حصوصا ما يبو نبي قول عند الميزان أيخف ميزانه أم يثقل با نبي قول إلا أو قفك كلا أغادا ميزان كيسا خير كيسا عصلان دونا مسا شر كيسا عصلان دونا إلا أو كلا أغادا لبدا إلا أو كلا أغادا متك عصلان يا إلا خير كاد أدونك كسو شقيستنا ميزانك كفدنا لغو ساريا شر وحي أدونك الدنبي يا معاصي يا غفلت كاسو دعينا كفدك لأيا لغو ساريا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إلهي عز وجل واكيك لها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ميزانك عدالته أيان بنك قيامة خلايق ذا أصول لقي دونا با إلى هيري فلا تظلم نفس شيئا نفنا ما ركتاني وحير لظلمن مايو شيء وحير ويا لظلمن مايو وحلي وحي أي أدونك دوشي ذا كسو كسبتي حدا خير شو سقيستي يا حدا دم بشو سقيستي با إلى هي وحلي أنك حساب تو ذا كفلون وكحسابين دونا با إلى هيري وعند الصراط بو نبي قولي صلى الله عليه وسلم إيوه يجدك سراد جدك سراد مركا لما رأينا قفنا قفك لحصوصا ما يبو النبي عليه الصلاة والسلام وماشا صحابي عبد الله بن رواح رضي الله عنه الله رأي لك النغضي أبينك حاسكي سيساق والله جيفا ولي نبتي ذاكو جيفو أويب يالي رو للمكة دادتي
مركابو يدي بو أجي يدينا مركا ويلا بروروتو ويلا أويدي مركا مركابو كويدي أما حد أدل أويدي بيرو مركا بيتر ده أدو أويه يوم ما كاركو أنا وان كوكو داري كتير وان كلا أويه مركابو ده أنا وحان حسوستي آيات إلهي كتاب كيس كوت على حسوستي بيوري وآيات وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم مذ إنك إنك مذا مجرو وموسى أهان هدو جرب إلى هاي لي هاي نارتا أو قلايا أو كو أروريا أو أرن كاسوا أرن إلى هاي أو قو آميولا قو آميولا فيسلي ويان ثم إنت كذب إلى هاي يري ننجي الذين اتقوا أدونك دوشي دكوي إلى هاي كبغاي إي الله كعب سنايي وأن بدبادين النابع إلى هيري ونذر الظالمين فيها جثيا كوي الظالمين تاهانا نار تدحذي ذا أيام كنا فإن يكو جلب جوغب إلى هيري آية دا تفسير كيغا صحابة رضوان الله عليهم أجمعين قولوا وحي دادان نار تاوالا قليا ووالغو وضحوبنا يايا والغو دادان دونا مؤمن كوحو إلى هاي أقدق يا بي دادان بردا وسلاما سيدي النبي إبراهيم عليه السلام نارتي اللوغو بلوشدي إن لغوغو بلوغو تلقى إلى هاي قبو إيا ماركتان النبضة أو غدقي أيا مؤمن كاللو غدقيا هل كأصحاب الرسول كقارنا أي قبان ما يواجدك السراد ويانو أيا دواجدك السراد وحي شاقيسو عبد الله بن الرواحة حاس كيسا دبتيدو كعياريا ماشا سوا ماشا قفكو ماركتان مركا أو جوغو ما حصوصو حتى آخره ووسك عياري ووسك باشالا لكن هل كايسو جوجو حدنا إلهي حصوصو آخر دي حصوصتي مركا نارتا إن لقال يا وجدك الله دول مريا قران كو شيغي بيرو وان مريا انيغو لكن كو كبد بعد يا الله كعبسق لو شيغي ما كو جرا مس كو ما جري تابا اي كلا عدين بو يدي مركاس نبي قلنا عليه الصلاه والسلام حلي هي هل جدك سراد مركا لما رينا وفن قف حصوصا مايو مس صدحاد نبي شيغي وحا ويان عند الكتب وفق مر والب كتاب كيس الله سين يبو نبي يقولين إلا أوقفك كلا أوجادا ما جعنت مدك بوك قاتي مس جعنت بدح فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا لابد با إلهي قرآن كأوكو شيغي ككتاب كقعانت مدي كقاتن با إلهي يدي حساب فضد بو مركا هلا يا متيسن يا أهل كيسين حق أي جوغان بو أقدوما يا أنغونا يا بو إلهي يدي أهل كيسي أهل كابو كوان أدونك أدح جوغتا ماهن أهل كان أدونك أدح جوغتو وأهل لنغو امتحامي ويان قبدا ننكيغا والغو امتحامي ننكا نحاس كيسا والغو امتحامي قبضة علمه قوالغو امتحاميا وبد كان هذا يسطورن والغو اختباريا إنما أموالكم وأولادكم فتنة إلهي بقران كأنه قشيغو يري إنما وكلمة الحصر ويا إن كلمة هنا أولاد دي الناس يحوله الناس وفتنة فتنة محل الله استعمالا وحلي وحي إلهي الطاعة دي سدقر جيسا إيا مقصد إلهي كو أبو ركا مشغولين يا أوردن وفتنة ويا وفتنة حقيقة مها وفول بأهل كيسة حقيقة ده حدك جبرت هينا حدك جبرت هينا حدون نية هاي وفول بكتاب كم مدق مركو قعنت مدق وكقاتو حساب فضد بالله حسابين بايلا هيري أهل كيسين حق جوجان بوق قدوم يا يو أهل كيسي رنتها أي الباب كجنة كل سود دوين وكو استقبال يا حدون نية هينا حور العين تيسي قبله مؤمنات يا إلى هاي وقدري بج يا الباب ككسوجا يا هذا قبر مؤمن هذا أيتهينا أيذنا الزوج كي يقدر نبتة هذا الباب كي جنة كوسوا جايو لواد باستي صوص عبولي امتحان كوات كوب باستي صوص عب يبقى إنه كوكو ملان شام عذا هديك امتحان كوب باسوا يا امتحان إنه هلا يبن مودي سا يكو رف كوس ود عيو يبلا يو ه دعاء دي بالله أقبله والله قاضي هل كيل لقي يي صح ماها امتحانك الرنت وحويان وكابنك قيامويان وكي عائشة لأويس رضي الله عنها أم المؤمنين
زوجتي النبي عليه الصلاة والسلام مبشرة داحيد الجنة لو بشاريي حاسس النبي سيدي أوديهين جنة والله بشاريي بدون الاستثناء وهي الدمر كإلهي نبي محمد ودورتي وكل جنة أدون كدوشي حاسس كسي بي هايان آخرنا وحاسس كسي وكذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام جنة وحو كلها مقام المحمود أعلى درجة في الجنة ويان أي نبي محمد إلى هاي السيئي وكان نبي قلنا قولي مركة آذان كآذ مغليسان يا رأي هذا مؤدن كأولي حكاد برده أبو رسول عليه الصلاة والسلام دعنا مركة مؤدن كآذان كأولما يانا يقصر لي عنك دعنا إلهي وصيلي ويدية فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا من عباده وأرجو أن أكون هو أبو نبي عليه الصلاة والسلام من سأل لي الله من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة وسيلة إلى حي ويدية واللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودعدس وسيلة أبو نبي معنى يوحيلي ومنزلة جنة كتها لويان أدون كليو أدومها إلهي كمدا أمبا وحبونتا هو هلي دونا وحانا كل رجاء غباب ونبي قد أدون كاسينو يحي أنيق أبو رسول كويري وفك إلهي شفاعة داس وفك إلهي وصيلة دا إيو يديب ونبي قد مركو آذان كمغلنا إساقنا شفاعة دا أوا جبتب ونبي قد عليه الصلاة والسلام درجة دا أغسى الرئيسة جنة دا نبي محمد بالي حاسس كيسونا ويلا قليان عائشة رضي الله عنها حاسس كنبي محمد تو نبيكو كوتش على بي حيدو غادا امام الملا فقاره نبيكو كشيك عائشه نودتك كوتش عليه حديث كي عمر بن عاص اي صحابه اوفانو يري ور نبيكو انو ويكو كين جعلي هي ماركاسا لغود ور كفيرسو ماي نبيكو انو ويكو كين جعلي هادلكي سي باباتاي ماركاسا لدي بل ويدي وابن ويدي هورتينا كو ويدين بو يري ماركاسا مساجد كو سدا لو بو حيو يري يا رسول الله دتك اصحابتا ياد اوو جعشاي بلي شيك مرقاب نبي قد عائشة نقول جعلها رضي الله عنها مركاسو حدنا مرلا بعد بيدو رقا ما يرقا نجينا أصحاب تادا رقنا أبيه با نقول جعلها يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرقاب الأيا كحيقا مرقاس العمر با كحيقا بو رسول كويري هل كان مركو مريا عمر بن عاص وان حشو دوان آموسي مرقاس اللي ويدم حدو ويدين ويدو سؤاش أسي ودي ويدي وحان كبقا إنو يقدق نبي قد دمبيو أصحاب تسجعلها يقول عائشة النبي قد ذاتك إنه وجدش على فقاره كشيء تاسع النبي جهورتي سكو يسكا ورمى إنك أنا كورم حال كنا صدح ذا ما لو تقول عائشة مرك الله مرايو وفن قف حسوسا مايو جدك السراد يميزانك يكتب تهلك الله قاطه وفن ميدك توك قادنا يا كوا ميدك تلاقي الله ينقدكو عمل ما هينو لكن نحريس إلهي برنجينينا سو ما هنده إلهي نحريس يسكا قوسا مينو ورحمتي وسعت كل شيء نحريس إلهي با وحول بكا واسع سنو كبالارن بركة دين تا إسلام كا إلهي نسيي وعنا نعمد أرنو نعمد إلهي وقم هندغن ويان إسلام أدو يدا تتكاس عيد والبي إلهي الدون كأوسيا كو الله ذا عابدو إلهي سيا كو قريها عابدو إلهي سيا قال ذا إلهي بأن قرنين ملحدين تلي راب إلهي سيا قيمة ملا أدو يدو قيمة ملا بل قال ذا وحا الله سينا يا وإن لغو قبت إيكا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله بهم إنما يريد الله بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إنما يريد الله ليعذبهم بها قال ذا أي إلهي كلي يهي فلا تعجبك أموالهم حلوه فرح بدن إنسين أيك أي أنك يابق لنبا نبي قلقوا يلي إلموه كان عدعد قرح ذا بدن ليليهين ذا كيسي بعب عبور بورنا وحبها اللي يابن بنبي قلقوا يلي هاي وحن دون النبي إلى حيد أدون كده حذية ده إياك وحا ودن هايسينا كده حدا من دون النبي إلى حيد
الدويد هذا قيمة لها ذا حي نبيجين محمد عليه الصلاة والسلام يريره سيب أدونك اللسين لها مركي مكلة جوغي دينتو بلو بي هيد دعوده مسلمين تعديد يا الرفاد يا كاجا يا فقر يا صبول نبي كون ولاين مدينة المنورة مركي لوسو هجرودي dhowrkii sano u horeysay kadalika waa la sabray waayo nabiga martida ku bandeed martida u imanaysa nabigu wuxuu ku maamuus jir ku deymin jiray deyn buu uga qaada jiray yahuuda deyn deynka nabigu reerihiisa iyo masaarifta reerihiisa uma qaadanayn wuxuu u qaadanayay dadka maaragtana waafidiinta magaalada madiina imanaya ee nabiga inay la kulmaan u imanaya qaarna ay soo islaameen ee diinta masjidka nabiga ay ku baranayaan dadkaas uu nabigu deynka u qaadan jiray Cali salaatu wa salaam oo nabigu deynka wuxuu ka qaadan jiray yahuudu nabigu deynka ka deymisan jiray yahuuda markii dambe jihaadkii ilaahay u furay ee gaaladii laga guuleystay ee ciidanka uu nabigu diraba guul iyo dhaqaale ay la soo noqdaan iyo qaniimo ee xasaskii nabigu ay arkeen xasaskii nabigu way arkeen in dhaqaale soo galay magaaladii madiina والنبي صلى الله عليه وسلم دتك أوصينا يا مصاريف أيات حساسك النبي قوم مالين أنت سكت تجين دحدودا قارك مدا أي وحيل هذا ده حد يطلع عديدي يا فقري والله قص صبح ودولة دي الإسلام كنا قال يا لتي النبي قوم مصاريف مال هاي نص عربيلكي أري هذا مرك دحدودا أي ورجين أي إسلام مركي النبي عليه الصلاة والسلام والله وحيودي إلهي باكويري xasaskaagii adduunya soo gashee ka hijro baa nabiga lagu dhis kaga hijro dadan labaatan maalmood in ku dhow nabigu reerihiisa ma tegin masaajidku iska seexanayay ilaa magaaladii madiina waxaa gaadhay war la leeyahay nabigu reerihiisa uu furayba sidee u dhanaayeen ba uu wada furayba عمر با مغلي ابو بكر با مغلي وشيخين جليلين نبيغا عليه الصلاه والسلام حبله هو قبا حبلها ان عمرنا حبسنا نبيغا قبا عائشه نبيغا قبا مركاسا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ايا او تغي انتيس عائشه ابو وربان مغالده كم مغلي وحبا وحبا جرى محمد مقاشي ابو وحان نغو مغلى نبيغ ريريس انو فري وحبا جرى ما لنا مفرن لكن نبيغ نغ هجرو ديدادين عمرنا وسعود حفص وتجي حفص أساسا مغلي وحبا كشرة ما يحبا كما جيران لكن النبي يقول نجاه جرود هذا الكيب ونجاه شوشي بس نومنا يمادو حد سميسين عمر بعد حد سميسين ده شجع دبي بعد سميسينه وأحكي لما سميني الشجعنا ولي ورك ما بقارسينا وحن سندي حد يتوه للدولة الإسلام هو مصاري بيت المالكي baqala soo galayo bayt ulmal bayelato ganima la keenayaayo xoola la keenayaaye dadka la siisinayo ma la midnahay nabigu masaarif meel hanno saaro oo hala naga war haya si gaar ayaan nidibayda dhaxdayadii dadna warkii ba ilaahay nabiga u sheegay nabigu waa naga hijrooday maalin maalmaha kamida marka rasuulkeena cali salaatu wasalaam oo gurigii xafsa marka muraad u yeesho soo galay أي عمرنا إيجان أيوم مركا أبو كسو الدبا قال مركا مركا أبو يا رسول الله إن ده ما فرتي بود حاسس كأجن ما فرين بودي حاس أكر ده نوشك ده وحجر عن حلنا ندوية كوي ديستن عمر وقع يعني ندوية كوي ديستن إن دي ساو شكت مركا أبو نبي قول ها ما ها مور نبي قو أمصي markaas umar ibn khaddab bay idii aniga islaanta heblaayo haday adduye ay weydiiso qorinto qaadan dhunta ka gelin buu ku yidhi markaas uu nabigu qoslo wuxuu yidhi aniga ba xafsa iyo kuwa lamidi adduye ay weydiisanayaana bal u sheeg buu yidhi yakana bal u sheeg buu yidhi u sheeg dadna markaas uu nabigu qoslo calayhi salaatu wasalaam way ka soo baxeen isagii umar markaa masaajidkii bay soo galeen aayaadkan markaa ku yaala suuratul ahzaab ee leh aayatu takhyir aayaadka kala doorbidashada أيا إلى هاي مرك النبي كوسو دجيي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ترن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن ترن الله ورسوله والدار الآخرة
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما آيادها سنبغي مرقا دوشي سكو سودغي لليهي حاسس كاقا واحد كترا دان وكترا الدوية دي يزينة دي دلال كي دورتا وقعدنا عاسا دنا عكرنا وحالة دي إلهي يا رسول كيسي يا جنة دي آخرة دي بالا دي اللبدا كلا دورتا كو دبال لغودي واركا واب الله سو قابي يبع وآي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي أقومت تلقلين إنو كفكرة الدنيا وشخص الله أقوم تلقلين ذاتك بعد ذو ذا إنو كفكرة إنو حريص ذو ذي هداية ذو ذي إيمانك إنو كفكرة ويان مركا حاسسك النبي قنو حال لأي هاي ما دام النبي محمد رسالة عالمي الله سو ديبي وقلبي قيسا أي كجر تمرق مرق أمداد إيا والوال أمداد إيا نحريص أمداد iy maaragtana dareen umadeed ba nabiga qalbigiisa ku jira inay nabiga mashquuliyaan adduunka ku mashquuliyaan ayaa ilaahay ka ilaalinaya deena ilaahay baa nabigiisa la saftay markaas nabigu aayadaha dushiisa ku soo dagay cida oo ka horbila ugu horbilaabo u bandhigay ma taqaanan Aaysha radiyallahu anha tu dadka ugu jecla ayuu nabigu horta u bandhigay wuxuu Aaysha soo fariisay halka buuri way fariisatay wa marka dhowr iyo labaatan cisho waxa laga yaabaa inaan la isla hadalba walla kale aamusan yahay oo dumarkii nabiga yaab ka dhamaaday oo magaalada Madiina la yaaban yahay marka Abu Aaysha kale aayadaha baa dusheeda ku soo dagay go'aan qaadashadana ha ku degdegin buur ka fiirso inaan yarba tahay abaha Abu Bakar iyo hooyada way nool yihiin u tago iyaka marka kala soo tashabuuri waxaad yeelaysid marka bay tiri bal aayadaha horta dusheeda ku akhri bay tiri markaas uu nabigu ku dul akhriyay labada aayadood aayadahaas suuratul ahzaab ku yaal ee la leeyahay tiina adduunka doonaysa ha sheegato maxaa la siinayaa nabigu uu furaya meherkoodii wixii nabiga ay ku lahaayeen xuquuqna waa la siinayaa adduunkana waa kaasoo waa loo furi doonaayo de adduunka iska gali haddii tol adduunka qaadatay aakhira nasiib ee dhaaf kuma la weeyaan تدورس إلى هي الرسول كي آخرين قادة سنة ومحسنة ويا نحسان بلا تمدو وحال يدن أجر ويني مش غايد يد المدافع إلى هي ودياري بلا يدي عائشة مركي أرن كان نبي قو كدو الأخري وش جاي تري ما إلى هي الرسول كي سأيان لبدي ذي والد أنك لا صوت شن ما يبي تري يا رسول الله قو أنك حدا كوش جاي قو أنك يجا الله ورسوله والدار الآخرة ayaan doortay oo qaatay maanta intii ka dambaysana hadal adduunka aniga laga maqli maayo taa igu ogowbay ku tiri denna nabigu kaleey salaatu wasalaam uu farxay markaa uu farxay markaa uu ka kacayay ila kuwi kalena waa inuu u sheegay mid walba u yiraahdo aayadaha ba soo dagee kala doorta ayaa Aaysha markaa ku tiri nabi allow khiyaarkayga anigu aan doortay adiga iyo ilaahay iyo aakhiro xasaskaaga mid ba hayga sheegay bay ku tiri waxaad moodaa masar baa ku jira halkaas marka uu nabigu ku yiri wallahi buu haday anuu ka sheegay kaaga sheegay maayo go'aanka aad u qaadatay laakiin hadii ay yiraahdaan Aaysha maxay dooratay wallahi aniguna ka qarin maayo buu rasuulku u sheegay maayo laakiin hadii ay way xasaaska nabiga kaleey salaallahu alayhi wasallam marka hore ba ilaahay baa u doortay laakiin tan tarbiyad bay ahay tarbiyado adduunyadu inay qiimo lahayn baa la tusinayay oo wax macnaba ay lahayn baa oo waxa la tusinayay nicmadan ay haystaan ilaahay rasuulkiisa iyo daarta aakhira ay doorteen ay qaateen inay wax waliba uga weyn tahay baa ilaahay marka uu tusinayay baa la yidhi walakin ilaahay waa og yahay marka holana ilaahay isaga u dooray inay xaasaskii nabi maxamed ay noqdaan waayo iyaka culaysi fara badan oo dumarka kale aan ku dhacaynin ayaa iyaka ku dhacay maxaa yeelay zawjkooga adduunka inuu ka shaqeeyo labada ogolaba waxa kala culays ay ku dhacay ma taqaanan xasaaska nabi maxamed ilaahay azza wa jalla aaysha ummuna khadija radiyallahu anha iyo mariyatul qibtiyya mooyaan inta kala dhan ubad lagama siinin kulligood oo wala bila ubad aaysha ilmo ma dhali kulligood oo wada garanaysan waliba tii ilmaha dhashayna baa la yidhi ayadoo arkaysay ubadkaygu inta badan ay dhinteen baa la yidhi oo nabiga ubadkiisu kama dambeeyaan nabiga waxaa lagu yaqaanaa sifaadka nabiyada
ubadkoogu iyo ko arkayba dhintaan oo ay ka horeeyaan culayska nabiyada la saaray iyo xaasaskiisa waxa kale oo kamida hadii nabigu dhinto adduunka ka intiqaalo xaasaskiisa ciidanba guursan maysay ogow aisha radiyallahu anha iyadoo 18 ayu nabigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam konton sanana nabiga dabadi way noolayd baa leeydi nin ma guursan karo inaga gabdheena caadiga muuminaadka adduunka ka dhinto ku kala iska guursan adduun ka tagana ku kala iska waxuun baa ilaahay ku qori oo rag baa laga yaabaa rag wanaagsan ilaahay inuu ku keeno walaakin bal u fiirsada dumarka nabiga culayska ku dhacay sababta culayska ugu dhacay waa maxay ilma la'aan iyo nabigooga inay adduunka aynan weydiisan iyo nabigooga gadaashiis inaynan guursan oo nin kaleba indhaha aynan ku taagin sababta waa maxay waa aswaaja nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii adduunka dushiisa ay u ahaayeen xaasaskii nabi maxamed aakhirana waxay yihiin xaasaskiisii bay yihiin ogaada idan qudwo inoo yihiin innaka qudwo xagga iimaanka xagga alla ka cabsiga xagga xishoodka xagga cilmiga xagga zuhdiga xagga infaaqa xagga akhlaaqda iyo qiyamka yaad ku dayan man kaana mustannan فليستدن بمن قد مات بن عبد الله بن مسعود أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عبد الله بن مسعود بايري هداد عيد كود دي نيسان كواد انت كود دي كوي أصحاب النبي محمد كود دي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم gabdhuhu gabdhaha ha ku daydaan saxaabiyaadkii dhallinyaradu dhallinyaradoodii ha ku daydaan odayaasha odayaashoodii ha ku daydaan culammada culammadoodii ha ku daydaan madaxdeennu madaxdoodii ha ku daydaan waa qudwa qudway u yihiin caalamka qudwa waayo waa jiil waa jiil nebi maxamed uu tarbiyadeeyey weeyaan waa jiil diintii oo fresh ay qaateen fresha dhinac walba ayaka inoo amaarataana qudwa حق إيمانك حق التقوى حق الزهد بقول يا لبا تنكن أو دينار أو درهم أو دينار أو درهم أيو معاوية أصدر عائشة رضي الله عنها يضا صوما قبل دي جار يدي دي أشغيني سي كتري بحي ريرقا سوى مساكين انت أوغي ريرقا سوى أغونا انت أوغي تاسوى عرملة انت أوغي تاسوى قبل ما إنما دي دي بجيادك كقد انت أوغي كواسوى غرباء أوغي kuwaas waa musaafiriina u geey gabalkiina uu dhacayaa wayna sooman tahay inantii khaadimadu waxay moodaysay markaa inay wax hoosta ku haysay reebtay markaa bay tiri hooyo afurkii baa la gaadhay afurka maxaan inoogu soo iibiyaa balkeen markaa bay tiri oo xoolaha intaa leega fariqayay maad wax nooga reebtidaa bay ku tiri adigu seeta caaisha radiyallahu canha nafteeday ilowday nafteeda حتى أفركي أي كو أفر لها دي يدي خادمة ديدو أي حولها انت لايغا الله كان أي كرر يبون ويدي وهي درسيقا مي شابي كبرتين نبي كبرتين عليه الصلاة والسلام نبي محمد باي كبرتين نبي محمد باي ليدي إيا دقالة الدنيو أقل هابين كما وده هو ينبال ليدي نبي إيا الدنيا مال ما وده سيحدان ما دام قويس كان نبي أي كهرين waxay tidhi dee lacagagteeda aniga kuma baridee inta aan xoolaha fariqaayay adaaba ogaaye maad noo sheegtidaa bay ku tiri afur baad nooga reebi lahayde iyadiiba dib u qabsatayba iskadaa bay ku tiri ilaahay wuxuu noo keenu mancunaynaa inaguna maanta haweenow dhegaysta xoolaheenna u badan waxaa laga yaabaa inaan ku bixino maaragtaan isqurxinteenna waxaa laga yaabaa inaad ku bixisaan maaragtaan aqalka qurxintiisa caaisha radiyallahu canha aqalkay ku noolayd وأقلك أي كن ولد وأقلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنتو نولا أي كويري عائشة أي أم المؤمنين أي حدا دي مشهد هذا هو الرئيس ما شاية ريكا حدا يأتسي حنيسد وكو دي سن إن لغا قد قبر نبي أكتيسا وزوج شاية أكتسي حتى وكو أقول هاي لكن هذا هرتا كاهو الرئيون هرتا دينتو أبو بكر وصاحب كيا إيه نبي يجيو نبي يجيو رسول كيجيا labada agtooda ha laygu duugee may ogolaanaysaa markaa bay tiri cumarow
meesha aniga diyaarsado ku tala galay in la igu duuge laakin hadaa iga horeeyso waan ku daayay ku tiri hadaa iga horeeyso halka nabigeena ku aasan Cali salaatu wasalaam wa zawjkeedi halkaana aabeed Abu Bakar aqalka intii hadhayna markaa iyada seexata balu firso maalintii Umar ibn Khattab radiyallahu anhu la duray midida la geliyay ayuu inankiisa Abdullah ibn Umar iyo Abdullah ibn Abbas ragii markaa meedhayay buu ku yiri dhageysta anigu waa taydi baa ii timiday shahaadadan Ilaahay weydiisanayay ayaa Ilaahay Madiina iigu keenay hadaan dhinto meedkayga qaada Aisha radiyallahu anha aqalkeeda hor dhiga ha oranina amirkii muuminiinka sindaha oranina waxa tiraadaan meedkan waxa weeyaan waa adoonkii Ilaahay Umar ibn Khattab meedkiisiiye ma ogolaanaysa nabiga iyo saaxiibka Abi Bakar in agtooda lagu duugo ma u ogolaanaysa haday ii ogolaatana halka igu duuga haday tiraaday haday ma tiraadana qabuuraha muslimiinta igu aasay buu asxaabtaydu ii geeyay buu ku yiri way soo qaadeen meydkiisii bay markaa hor dhigeen aqalkii yaa ummul mu'miniin way soo baxday waa magaaladii Madiina aqalka aqal magaalada Madiina kuma yaalla ilaa waa laga baroranayaa Umar baa loo baroranayaa amirkii mu'miniinta shakhsi qiimo leh oo ummadda Nabi Maxamed macna weyn ugu fadhiyay ayaa adduunka ka baxay maalintaas aad baa looga naxay dhimashadiisii Aisha radiyallahu anha oo murugaysan ayaa soo baxday markaasay ku yiraahdeen meydkii waxaan wadnaa Umar ibn Khattab meydkiisii baa sidnaayay ma u ogolaanaysaa meesha in lagu aaso oo qabri uga yeelo markaa bay tiri haa intuu noolaabay weydiisto waan u ogolaadee ii kaadiye bay tiri alaabta aqalka ii taalla ha kala soo baxee intaanu socdo waa intaa ay dhegaystaan alaabtay soo qaadanaysa waa alaab intee leeg bay kula tahay mara suufa oo weliba marooyin badan la isku dooltolay ah oo dhinacna ay ka goglato gogol ka dhigato oo dhulka ay iska xejisiiso dhinacna ay ka huwato iyo weel ay biyaha ku dhaansato labada kaliya bay aqalka kala soo baxday baa la yidhi iyadoo sidaa u hagoogan dadna waxay tiri gala qabrigan halka uga foqo ku aasabay tiri waan u daystay wa Aisha radiyallahu anha aqalkeeda alaabta intaan leeg baa dhex taalay innakana maanta adduunyada aqaladeena taala ka warrama ilaahay hanu soo noqono oo ziinada adduunyada nebigu waa kii lahaa istaxyu min allahi xaq alxayaa istaxyu min allahi xaq alxayaa ilaahay ka xishooda buu nebigu yidhi xishoodkii xaqa uu u lahaa in looga xishooda uga xishooda buu rasuulku yidhi asxaabtu waxay yidhaahdeen alxamdulilah yaa rasuul allah ilaahay waanu ka xishoonaa waanan ugu mahadnaqaynaa bay ku yidhaahdeen markaa buu nebigu yidhi xishoodku sida aad u fahamteen maaha xishoodku waxa weeyaan buu nebigu yidhi waa inaad ilaalisaan buu nebigu yidhi madaxa iyo wixii uu weeleeyey iyo caloosha iyo wixii agagaarkaygaana inaad ilaalisaan weeyaan buu nebigu ku yidhi أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى النبي عليه الصلاة والسلام وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا أبو النبي عليه الصلاة والسلام حشوتك إلهي لك حشو وحويان مضحى يحبناها مضحى كويا لا وأنا ذي إلهي كعب ستايوتك كحشوتا إلهي كسيي aragu waa nicmo ilaahay ku siiyey laakiin wax waliba ku eeg ilaahay kuma odhan maqalku waa nicmo ilaahay ku siiyey laakiin wax waliba ku dhageysa laguma odhan carabku waa nicmo ilaahay ku siiyey wax waliba ku sheeg laguma odhan caloosha waa maxay calooshaada iyo wixii hareeraheega calooshii cawrada weeyaan man yadman lii maa bayna lixyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna ayaa ii damaano qaadi oo ii ballan qaadi buu rasuulku yidhi inuu ilaalinayo carabkaas labada daan dhexdooda wixii ahda waa carabka iyo labada lugood dhexdooda oo waa cawradii waa farjigii labada ayaa ii ilaalin buu nebigu yidhi oo janno ugu ballan qaadaa xishoodka ilaahay laga xishoo waxa weeyaan madaxa iyo wixii uu weeleeyey ilaahay kaga xishoo
عربك يا مغلك يا أرجع هس كده عرينا إن هذا دعوة الله ده هاي ما يدعوك ملهي دوا الله قصي إلى هاي بكون ديبت نعمة دن معلم بين نعمة دن يعني الشقين دونين أقوى ولبا والنعمة عجيبة بالليدي لأن أنا وحنا واتكو إيه جيسا كاميرانا ويكون حجر تايا وحاتكو يكتونا ويدوب إيه سايا أقوى وهذا الله يسا لكن وحاتكو هالله يسا لأن أنا هذا الكو دوب يا لأن أنا واتكو هالله يسا واتكو مغلى يسا واحد مغلى يسودن مالك قيامه دكتور ورمي دون تايا أقوى يوم تشهد عليهم أرجلهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون مالك قيامها قراك إلى حيك قورمي ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم بما كانوا يعملون وحي أدوك أدو شهد أدكم مغلي سورة نكتا كورمي دونتا وحي أدوك أدو شهد أدكم هل ليس عرب كورمي دونا وحي أدوك أدو شهد أدكم قباني سقعانتا ورمي دونتا لكتاني ماشي أدو مرتاي كورمي دونتا أرلادان دو شهد أدكم سعوتنا بانك قيامه ورمي دونتا إلهي بقران كيسا كوشيكي حديد كمركز حشود كإله لقى حشون وامحي لقى هاجا إلالي وكإلالي وامحي وحش شريعات الإسلام كأي مركو ربا كودي دك إلالي عرب كاجا إلالي وكإلالي وامحي وحش شريعات الإسلام كأجوا جسون عرب كاجا كإلالي جنة عن قلبه نبي وحديث كلها ذاتك جنة عن قلب فقرة ذاتك فقرة يا وجب بنا وفقير كمؤمن كالوجه ذا جنة نار تنوان قلبه نبي قولي نارتنا waxa ugu badnaa buu nabi gurdadka gale haweenka ugu badnaa walla weydiye nabigeena cali sallam dumarkii saxaabiyadku waxay ku yiraadeen oo nabi allah anaku hadaan haweenahay naarta galideeda maxaan ugu badanay noo sheeg arabka buu nabigu sheegay tukthirna la'na buu nabigu aydina badan xantina badan isku dirkiina badan way tiri uu yiriidina ayaa badan ragiina hadaad isqabataana ninkii 20 sano ku tabcay kugu daalay adiga ee adiga dhashaada ku daalay hal mar oo isqabataan ayaa laga yaabaa inay tiraada gabadhu waxa ninkaasi macruuf u leeyahay oo aragnimo bajireba haba yaraatee oo inkiri maaha kulligood waa barkood laakiin waa miisada dumarka lagu yaqaan buu nabigu sheegayaa ee hadday naarta galeena intooda badan ay ku galayaan buu nabigu waa maxay zawjka xaqiisa way naqusaan way dhimaan oo ninki inta oo sana macruufka u sameeyay هل مالين يسكت عين بي معروف كي سيودان انكري عيدنا واكو بدن تهيبو نبي قول لعنت دو صحابي نبي قول يدي إلا دردارا مرقابو نبي قول عليه الصلاة والسلام امسك لسانك عرب كاك قبو وابكي على خطيئتك دنبي قادك كاد عين اللؤي ولي ساعك بيتك أقل كاك ونهاكو ديقوها كوكو في الأدب ورسول كو يدي حشو إلهي عز وجل هنك حشونه زمن حلا أدقنا واللقو جرا وخير كسي يرانا يو حمان تونا يسي بدن يسو حلا وحا كجرنا ونسي دوانينا دادك دين تا هايستي دين تا كود دقين اي يرانا يان وإنقونا يان داد فرقو ترسا دادك دين تا اسلام كفقنا يسي بدن يان maxaa markaa inala gudboon oo laynaga rabaa khususan inaku haween baa tihiin haween haweenku ummadda mujtamaca basharka adduunyada ku nool iyo mujtamaca islaamiga labadaba marka la eego boos muhiim aad ummadda ugu jirtaan inaku xuquuqdeenana diinta islaamka meel sare saartay xaqa diinta islaamku ay ku siisay cid ku siin kartaa ma jirto waxay diinta islaamku ku siinina cid ku siin kareysa ma jirtay ugu halka islaamnimadu ku gaarsiisina cid ku gaarsiin kareysa ma jirto shariicada islaamku way ilaalisay xuquuqdiina laba shay buu nabigeenu ka dardaarmay markuu dhimanayay xajjatul wadaac
حشكي سي وجود دم بين نبي قمده ولا دردار ماي وانا حشكي ود وانا حشكي سي وجود ريجون دم بيني وعم نبي جن وكود دردار ملا بس شيء صلاة دنا ونبي جوا نقل دردار ماي حقوق الدمر كين لا إلى لين نبي جوا كدر دار ماي حقينا نبي جوا كدر دار ماي استوصوا بالنساء خيرا أبو نبي جود عليه الصلاة والسلام ورهوي هوي أبو نبي جود رجو دمر كخير هو قاعد أبو نبي جود خير ولا در دار ما مر والبا خير وكل در دار ما دخل كنا جبر دميل لكم ما دعوة ميل والبا دخل كوي كسو قالي انت بدن هواي كم ابغى قدام با شريعة الإسلام كبل هل كي نسار تيجا مر هو يه وحكو قادن مر إنم باي وحكو قادن أبيه بيت دخل مر زوج جديد بيت دخل مر معي بي وحكو قادن مر ولالة وحكو ولال بي وحكو قادن صلاة دنا نبي جوا كدر دار من صلاة ده صلاة ده الصلاة وما ملكت أيمانكم وروي هي صلاة ده كده دال أبو نبي جوري يدتك إلى حين ملك سيي وأضامها دتك أضامها يبرق جري جري حقوق ذو النبي جوا كدر دار مي هؤلاء كن النبي جوا حقوق أو كدر دار مي رجوا إلى ليان جبر ونكسن كن إن أو ونكسن بك ونك بدن تهيد وايو كن كنين أو ونكسن المكلي مو ناجين كران لكن جبر دو ونكسن هي طبعا عياله ونكسن بأقل كده كسو صاروا أولياء gabadhu haday xumaatana kun nin bay fasaadin kasoo qaad gabadhu dhar xun haday xidhatay dariiqa marto waxa rag magaalada joogo dhan ba fiirin waka kun nin bay fasaadisay marka ilaahay hanu soo noqono han toobad keeno yaanan xaqiina la nooga soo dhicin lan reban israa'il fidnadii u horeysay waxay kasoo gashay buu nabiga waxa dumarka حقينا مركا أتكايا وإلهي كبغا وأسلرك كود دالا ودول كان اعتمادنا ودول قال دو عيكو بدن تهي إلهي هاي نقو إلى لي دعوة دي خيرك كشغي الله نقو أنفعه صلى الله على نبينا محمد.